الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في إحياء ذكرى انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية. التحالف العربي يعلن مدينة صعدة معقل الحوثيين هدفا عسكريا ويدعو المدنيين لمغادرتها. بعد فوز حزبه في الانتخابات البريطانية، كاميرون يتعهد بتشكيل حكومة ذات أغلبية من المحافظين. نشرة الخامسة من أون تي في، أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في احتفال الذكرى 70 لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي سيبدأ نشاطه غدا بالتوجه إلى الساحة الحمراء بالكرملين لحضور العرض العسكري بمشاركة عشرات من رؤساء وزعماء دول العالم، ثم يشارك في حفل الاستقبال الذي يقيمه بوتين لرؤساء الوفود الحاضرين للاحتفالات. وعن الشأن اليمني، ذكر التلفزيون السعودي أن قوات التحالف أسقطت منشورات تدعو السكان لمغادرة مدينة صعدة القديمة معقل المسلحين الحوثيين بشمال اليمن. وقالت قيادة التحالف العربي إن مدينة صعدة بأكملها ستكون هدفا عسكريا اعتبارا من 7 مساء الليلة بتوقيت صنعاء، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الطرق الرئيسية بصعدة حتى غروب اليوم للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة. يأتي هذا التطور بعد أن توعد العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي توعد الحوثيين برد شامل على اعتداءاتهم على الأراضي السعودية. ومعنا على الهاتف الآن المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السيد موسى الحر. السيد موسى، هل تسمعني؟ نعم أسمعك بوضوح. السيد موسى، في ظل هذه التطورات الميدانية التي تشهدها مدينة صعدة، إلى أي مدى ترى إمكانية التحدث عن مفاوضات أو حل سياسي في اليمن؟ دعني أقول لك أنه في هذا الوقت لا يمكن التحدث عن حل سياسي، لأن القوات السعودية بدأت أو قوات التحالف العربي بدأت بالفعل العملية العسكرية مجرد أنها تلقي منشورات على مدينة صعدة، فهذا إذن ببدء العملية. فلقد تحددت ساعة بدء العملية وهي في تمام الساعة 7 من مساء اليوم. نعم الأستاذ موسى، التحركات العسكرية وتواعد قوات التحالف العربي سيكون له انعكاسات، إذن كيف ترى موقف جماعة الحوثي بهذه المعطيات؟ كما قلت لك في إجابة سؤالك الأول، أعتقد أننا أصبحنا الآن في مرحلة لا عودة، والحوثيون يعلمون ذلك جيدا، فهم سوف يدافعون عن صعدة بشكل مستميت لكي لا تسقط منهم صعدة، لأنها تعتبر مدينة استراتيجية بكل المقاييس لهم. فإذا سقطت صعدة أعتقد أن هذا سوف يفتح الباب أمام التحالف العربي دعينا نقول لاجتياح كافة المعاقل الأخرى للحوثيين داخل اليمن. أشكرك السيد موسى الحر المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، شكرا لك. مشاهدينا، وعودة إلى نشرتنا الإخبارية، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيشكل حكومة ذات أغلبية محافظة، وذلك في أول تصريح له بعد الإعلان عن فوز حزب المحافظين بالأغلبية في انتخابات مجلس العموم. كانت نتائج أولية قد أشارت إلى حصول حزب المحافظين على 326 مقعدا من أصل 650 في البرلمان، وهي النسبة التي تمكنه من تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى. ورياضيا، استعاد الزمالك صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم أمس بفوزه على فريق الرجاء بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة 28 من المسابقة. هدف الزمالك جاء عبر باسم مرسي في الدقيقة 17 ومصطفى فتحي في الدقيقة 75. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة ليغرد منفردا في المركز الأول بفارق 3 نقاط
عن إنبي مع أفضلية للزمالك بمباراتين مؤجلتين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.